بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا المعادلات الغير خطية نون لينير اكويجن من ضمن الطرق الحل مالتها طريقة جرافيكال ميثود. جرافيكال ميثود قلنا هي اكو 5 طرق اخذناها، كانت الطريقة الأولى جرافيكال ميثود. هذه الطريقة جرافيكال ميثود نقدر نستخدم الاكسل اللي هو أحد برامج المايكروسوفت اوفيس لحل هيش معادلات. فهسه نروح على الاكسل. سيفرض عندنا هذه المعادلة find the root of function f of x يساوي لنا x تكعيب زائدا x تربيع ناقص 3x ناقص 3 within interval minus 2.5 إلى 2.5 موجب using graphical method. هسه هاي عندنا هاي المعادلة الغير خطية. هاي المعادلة من الدرجة الثالثة اللي بيها x تكعيب، فمعناتها اكو 3 قيم للx. ايش وقت نقدر نطلع قيمة x؟ من يكون قيمة هذه الاف اوف اكس اللي هي هاي تمثل واي، من تكون قيمتها صفر. من تكون قيمتها صفر نقدر نطلع قيمة الاكس. ناخذ هذه الدالة ونروح الى الاكسل. قلنا نقدر نحلها عن طريق الاكسل شيت. هذا الاكسل شيت هنا عندنا اعمدة. العمود الاول نزيد نستخدمه لقيمة اكس، يمثل قيمة اكس احنا نكتبه، والعمود الثاني يمثل قيمة الـ f of x اللي هو نفسه الـ y. الـ interval اللي منطينا اياه بالسؤال هي من ناقص 2.5 إلى 2.5 موجب. هذا الـ interval من ناقص 2.5 إلى 2.5. نجي هسه قيمة x، معناتها قيم x حتكون محصورة بين هذه القيم من ناقص 2.5 إلى 2.5. نجي ناخذ أقل قيمة اللي هو منطينا اياه بالـ interval، باعتبار هاي دائرة مغلقة يعني 2.5 بالسالب مشمولة ناقص 2.5. نجي احنا ناخذ كل ربع كل نصف، كيف ناخذ قيمة اكس تغير معناتها، فاحنا ناخذ كل 0.25، فالقيمة اللي بعدها حتكون ناقص 2.25. زين احنا مو نظل نكتب قيم اكس الى نوصل الى 2.5 كل ربع ونكتب القيم، لا، هسه مو هاي القيمتين كتبناها، نجي نخلي عن طريق الماوس نأشر هاي تو سيلز هاي الخليتين. حيطلع ان هنا هذا النقطة نأشر عليها بالماوس، حيطلع الماوس شكله زائد، ونظل ضاغطين على الماوس ونسحبه للأسفل، نشوف هسه اللي يطلع قيم عندنا هنا كأنه بالشفافة ناقص نصف. شوف هسه صار ناقص الربع، وصار هسه نصف موجب، وهسه صار قيمة واحد موجب. نستمر إلى أن يطلع عندنا القيمة 2.5 اللي هي هاي اخر قيمة بالانترفال اللي مشمولة باعتبار دائرة مغلقة او فترة العفو مغلقة. نترك الماوس، هي القيمة من واحدة حتنزل. هاي قيم اكس اللي احنا نريد نطلع نرسم الدالة على اساسها. هسه شو نريد نطلع؟ نطلع قيمة اف اوف اكس. شلون نطلع قيمة اف اوف اكس؟ نعوض كل قيمة اكس بالدالة هذه بهذه الدالة ويطلع لنا. احنا مو من المنطقي نجي نعوض قيمة واحدة، وانما نجي نستفاد من الخواص اللي موجودة بالاكسل شيت. نجي نأشر على المربع اللي يريد ينزل به قيمة الاف اف اكس. هسه احنا هنا عندنا هذا الشريط الدالة الاف اف اكس، نجي هنا نكتب الدالة مالتنا ويساوي لنا الدالة. شنو الدالة؟ هي اكس تكعيب. اكس تكعيب هي هذا الخلية اللي هي عنوانها A2، هي تمثل قيمة X. هاي قيمة X تكعيب، هاي العلامة مال الأس وثلاثة معناتها تكعيب. بعدين زائدا ال X تربيع، هي نروح على نفس الخلية، هي هاي قيمة X تمثل، صالوا لها هاي قيمة X اللي هي عنوان الخلية A2، وهذا علامة الأس تربيع ناقصا 3 في X. هذه هي الدالة، هي هاي المربع اللي يمثل X، هذا المربع اللي يمثل X اللي هو عنوانه A2 ناقصا 3. هسه كتبنا المعادلة، هاي هسه هذه المعادلة اللي كتبناها نفس هذه المعادلة لدالة F of X. مجرد ما ندوس على الانتر كتبنا ناقصا 4.875. هذه قيمة الـ f of x عندما تكون قيمة x ناقص 2.5. احنا نريد نطلع قيمة الـ f of x لباقي القيم، لباقي قيم x، لباقي هذه القيم. شو نطلعها؟ نجي نوقف على هذه المربع اللي هي مال f of x، حيطلع عندنا هاي النقطة، نأشر عليها بالماوس
يطلع عندنا شكل الماوس زائد، نسحب نظل ضاغطين على الماوس ونسحب للأسفل، نسحب إلى آخر قيمة، نهد ريليز ذا ماوس، نترك الماوس يطلع عندنا قيم اف اوف اكس. هسه هاي قيمة اف اوف اكس من قيمة اكس بوينت 5، قيمة اف اوف اكس ناقصا 4.125 من قيمة اكس 2 هو الاف اوف اكس، يطلع عندنا 3. هسه احنا نجي هذه قيم اكس وهاي قيم واي، هاي قيم هذا العمود قيم اكس وهذا العمود قيم يمثل اف اوف اكس اللي هو قيم واي. نريد نرسم هاي الدالة، من نرسم هاي الدالة نروح على الانسيرت، هذا الانسيرت نجي هذا شكل الرسومات اللي هو تشارت، نختار هذا السكاتر، نختار هذا الشكل مال الرسم. مجرد اختارين شكل الرسم هو نزلنا الرسم مالته. بس بعض الاحيان احنا اذا هسه نرجع بعض الاحيان لا احنا نختارها، نقول التشارت هذا شكله، هذا التشارت نقدر همينه اذا ما نزل هو، اذا ما نزل سلكت هنا الداتا، شوف هسه هذا اف اوف اكس هو اللي رسم لنا، نقدر احنا نسوي له ريموف واحنا الاد نضيف. احنا شو نريد نرسم؟ نرسم داله نسميها اف اوف اكس، اف اوف اكس هذا اذا ما ينزل هو اوتوماتيكيا رسم، بعض البرامج يمكن ما ينزل. هنا انا سيريز اكس فاليو سلسله مع القيم اكس، ناشر عليها ندوس عليها بالماوس، نجي ناشر على قيم اكس، هاي قيم اكس، نبدي من اول قيمه نضغط عليها بالماوس ونسحب للاخير، هاي قيم اكس، عين قيم اكس فاليو. نريد هسه سيريز اوف واي فاليو، ندوس عليها بالماوس نجي على قيم واي، هاي قيم واي، هاي قيم واي، نتركها اوكي. رسمنا هاي رسمة الدالة الاف اوف اكس، هذا رسمة الدالة. نجي هسه نريد نطلع قيم الروت، قيم اكس قلنا شو قيم اكس من يكون قيم الاف اوف اكس، هذه هاي الاف اوف اكس من يكون قيمتها صفر، الاف اوف اكس شو وقت قيمتها صفر نجي نوقف على هاي النقاط، نوقف على النقطة هاي، نوقف على النقطة هو حيطلع لنا قيمتها بالضبط. شو هسه لما وقفنا طلع قيمة الاكس ناقص واحد والاف اوف اكس اللي هي واي صفر، معناتها هو هذا قيمة الروت اللي نحتاجه. نجي نوقف على هذه الثانية، نوقف على النقطة، مجرد ما نوقف على النقطة يطلع لنا هو قيم السيريز ما السلسلة اللي هي الاكس والواي، مجرد بس نوقف عليها هي يطلع لنا قيمها. احش ناخذ، ناخذ من يكون قيمة، نشوف قيمة الواي صفر اللي هو اف اوف اكس صفر، نشوف ايش قد الاكس، من خلالها نقدر نطلع قيم الاكس اللي هي ثلاث قيم قلنا، لانه عندنا اكس تكعيب. شكرا جزيلا.